السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية يا حلوين. اليوم بدنا نحل تدريبات درس الأعداد الزوجية والأعداد الفردية. رح نتعرف اليوم على العدد الزوجي والعدد الفردي. حكينا العدد الزوجي إنه نوزع الأعداد في أزواج كل اثنين مع بعض ولا يبقى لدينا عدد لوحده، والعدد الفردي يعني بيزيد عنا عدد واحد. لنرى هون بدنا نوزع هذه التفاحات في مجموعات، كل تفاحتين في مجموعة، هذه مجموعة وهذه مجموعة، كل اثنين في مجموعة، وهذا زوج في مجموعة وهذا زوج في مجموعة. هلا بقي عنا تفاحة واحدة، هذه التفاحة ما بصير نحطها في مجموعة واحدة لحالها، لازم يكون معها تفاحة أخرى. إذا زاد عنا عدد واحد يكون العدد فردي. إذا هذا 2 4 6 8 وهذه التفاحة رقم 9، إذا 9 عدد فردي لأنه زاد عنا وحدة لوحدها. تعالوا نشوف هون العدد 3، بدنا نوزع العدد 3 على مكعبات، هاي 2 في مجموعة وهذا المكعب بقي لوحده، ما في مكعب تاني نحطه في مجموعة تانية، إذا 3 عدد فردي. تعالوا نشوف العدد 4، إذا إجينا وزعنا العدد 4 في مجموعة، كل 2 في مجموعة، هاي 2 في مجموعة وهي 2 في مجموعة، ما زاد عندنا مكعب واحد، إذا 4 عدد زوجي. خلينا نشوف الحل المسائل اللي هون. عندنا العدد 6، بدنا نعرف العدد 6 هو عدد زوجي ولا فردي. إذا زاد عنا طابة زيادة لوحدها بيكون العدد فردي، إذا ما زاد عنا طابة زيادة بيكون العدد زوجي. تعالوا نحطهم في مجموعة، هاي 2 وهي 2 في مجموعة وهي 2 في مجموعة، زاد عنا طابة، زاد عنا طابة هون لوحدها، ما زاد عنا طابة، إذا 6 عدد زوجي. تعالوا نشوف الطابات الخضر اللي عندنا هون، برضو المرة تانية رح نحط كل 2 في مجموعة، إذا زاد عندنا طابة بيكون العدد فردي، إذا ما زاد عندنا طابة بيكون العدد زوجي. هاي 2 وهي 2 وهي 2، زاد عندنا واحدة ما إلها أخت نحطها معها في مجموعة، إذا 7 عدد فردي. لأنه زاد عنا واحدة، المفروض يزيد عنا كمان طابة هون عشان نحطهم في مجموعة ويطلع عنا العدد زوجي. تعالوا نشوف الحلزونات هدول، عنا العدد 8، بدنا نشوف العدد 8 هو عدد زوجي ولا فردي. رح نحط كل 2 في مجموعة، هاي 2 مجموعة وهي 2 مجموعة وهي 2 مجموعة، زاد عنا حلزوني واحدة؟ ما زاد عنا ولا إشي، ما زاد عنا حلزوني، إذا 8 عدد زوجي. تعال نشوف الدونالدز، عندنا عدد 11، العدد 11 بدنا نحط كل 2 مع بعض، هاي 2 وهي 2 وهي 2 وهي 2 واخيرا هاي 2، شوفوا زاد عندنا وحده ما لها اخت نحطها معها في مجموعه وحده، اذا 11 عدد فردي. 11 عدد فردي. اول ايش استنتجنا من الدرس هون؟ الأعداد هذا بتكتبوه على الدفتر، الأعداد الزوجية هذا بدنا نحفظه، 0 2 4 6 8 10. الأعداد الفردية، الفردية 1 3 5 7 9 11. طبعا بنقدر احنا نكمل 13 12، هاي الأعداد الفردية والأعداد الزوجية. الأعداد الزوجية ما بيزيد عنا إشي، هاي 2 بدنا نحط طابتين مع بعض في مجموعة ما زاد عنا إشي، شايفين؟ بس هون 3، هاي 3 طابات لما نحط كل مجموعتين في بعض زاد عنا واحدة، إذا هو عدد فردي. الخمسة نفس الإشي، 5 طابات، هاي شايفين كل 2 في مجموعة زاد عنا واحدة، إذا الخمسة عدد فردي. الثمانية شوف هاي الطابات، شايفين هاي طابات، هاي 2 مع بعض، هاي 2 مع بعض، هاي 2 مع بعض، هاي 2 مع بعض، ما زاد عنا إشي، إذا 8 عدد زوجي. بدنا نحفظهم، الأعداد الزوجية 0 2 4 6 8 10 12، الأعداد الفردية 1 3 5 7 9 11 و13.